مرحبا اخواتي واخواني من مستمعات ومستمعي قناه اللحظه معكم مره اخرى في برنامج الصندوق الابيض ولنتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا يشغل بال كثير من الناس وفيه مقارنة واضحة بين ما حصل في فترة معينة وما يحصل اليوم نتحدث بشأن ما أنتجته الدكتاتورية كما يحلو للبعض أن يسمي المرحلة ما قبل الاحتلال الأمريكي للعراق ومنتجات هذه الدكتاتورية في فترة الحصار الخانق على العراق. وطبعا ناخذ لهذه الكلمه الدكتاتوريه تذكرنا بما تحدث به القاضي عبد الله العامري في محكمه العار التي نصبها الامريكيون لمحاكمه رجال العهد الوطني. في مرحله ما قبل الاحتلال حينما ذكر القاضي اثناء المحاكمه ان الدكتاتوريه ليست جريمه يحاكم عليها القانون فالدكتاتوريه هي فكره وهي مفهوم وصفه لنظام من الانظمه ولكن ناتي مع من يسميها دكتاتوريه ولنرى ما كا ماذا كانت انجازات الدكتاتوريه في عهد او في مرحله الحصار الاقتصادي الخانق. وسنركز لاحقا على قضيتين مهمتين او منجزين مهمين من هذه المنجزات آه للدكتاتوريه. خلال فترة عام 1991 الى 2003 شهد الاقتصاد العراقي تدهورا كبيرا جدا بسبب الحصار الاقتصادي الخانق. ابتدا طبعا باقفال كل الموانئ واقفال كل المنافذ وابقاء العراق محاصرا بالكامل الا من منفذ واحد هو منفذ العقبه. و توقفت كل البضائع التي كانت تمر إلى العراق وأسوأ شيء يمكن من أسوأ الأشياء التي واجهت العراق في ذلك الوقت والتي لم تكن معروفة كثيرا للناس هي أن العراق كان قد تعاقد مع جهة بريطانية لطبع العملة العراقية بكمية خمسة مليارات دينار عراقي من اجل استخدامها في على المستوى المحلي في الاقتصاد الداخلي وعند بدء عند اصدار القرار 660 في عام 1990 بعد غزو العراق للكويت صدر القرار هذا ومنع كل الشركات التي كانت لها تعاقدات اصلا مع العراق من ان تنجز هذه التعاقدات وكانت هذه الخمس مليارات في البحر في طريقها إلى العراق وتم استدعائها وعادت إلى منشئها الأول في بريطانيا وحرم العراق من هذا هذه الكمية الكبيرة من الدنانير التي كانت يمكن أن تعوض العراق لمرحلة مهمة خلال مرحلة الحصار الأولى والتي كما يسميها الدكتور الأستاذ الدكتور محمد مهدي الراوي وزير التجارة العراقي المعروف خلال مرحلة العهد الوطني يسميها السبع العجاف الأولى السبع سنوات العجاف الأولى من الحصار ولكن بسبب هذا الموضوع اضطر العراق إلى أن اضطرت السلطات في العراق إلى أن تطبع الدينار العراقي من أجل مواجهة الحاجة المحلية أولا للتداول وتوزيع الرواتب وما الى ذلك وكذلك ايضا من اجل موضوع اعاده الاعمار فكان في العراق هناك تحديين كبيرين التحدي الاول هو موضوع الغذاء في العراق وكيف كيف يمكن ان توفر الدوله الغذاء للعراقيين وتمنع المجاعه التي ارادها ارادها قرار مجلس الامن 666 وبعدها 661 و687 وما الى ذلك وما بعد تلك القرارات. وكان الهدف الثاني هي اعاده اعمار ما خربه الاشرار لانه في سنه 91 في حرب ال91 مثل ما يعلم اغلب العراقيين وكل العراقيين وكل العرب واغلبهم أن العراق قد دمر بالكامل، دمرت بناء بناها التحتية بالكامل وهو كان وهي في حالة أسوأ مما حدث في عام 2003 عند احتلاله. تم تدمير كل المنجزات العراقية وكل المنشآت وكل المصانع والكهرباء ومخازن الغذاء بالكامل من أجل إيقاف العراق عن التنمية ومن أجل الوصول إلى حالة المجاعة والسبب في ذلك لأنهم كانوا يريدون أن يحصل تمردا في العراق يطيح بالنظام في ذلك الوقت فلذلك هذين الهدفين هذان الهدفان كان كانت الأهداف من الأهداف الرئيسية للسلطة في العراق أن تحقق إيقاف المجاعة وكذلك أن تعيد إعمار العراق وهذا ما حدث فعلا، لا نتحدث اليوم عن موضوع ايقاف المجاعه فقد ذكره الدكتور محمد مهدي الراوي في كتابه المهم وبالتفاصيل الدقيقه درء المجاعه عن العراق، مذكراتي عن سنين الحصار 1990 2003 وادعوكم لقراءته، ولكن نتحدث اليوم عن ما انجزته السلطه او الحكومه العراقيه ما قبل الاحتلال في مرحله التسعينيات. من الـ 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 الاشياء التي يعني التي حققتها حققها الجهد الهندسي العراقي وكل الوزارات العراقيه منها وزاره الاسكان والتعمير ووزاره الري والصناعه والمعادن وكل الوزارات ومنها وزاره التجاره ايضا التي تولت بنفسها اعاده اعمار مشاريعها المدمره واغلب الوزارات تولت اعاده مشاريعها بنفسها ولكن من اشهر المشاريع التي يمكن ان نتحدث بها اليوم في في هذا الوقت هي مشاريع مشروع النهر الكبير الممتد من الاسحاق شمال بغداد الى البصره وتم انجازه بسته اشهر ومشروع نهر ام المعارك وبناء جسر الطابقين المعروف في بغداد الان وبرج صدام الذي تم فيما بعد اعاده ترميمه بعد 2003 وتم تسميته برج بغداد وسيكون هذا احد المشروعين الذين سنتحدث عنهما وبناء واعاده افتتاح وترميم الجسور ومن اهمها جسر الجسر المعلق وهذا ايضا سنتحدث عنه لاحقا ومشروع وفاء القائد الذي اوصل المياه العذبه من نهر الغراب في محافظه ذي قار الناصريه الى مدينه البصره، ومشروع سد العظيم الذي التي انجزها انجزتها وزاره الاسكان ووزاره الري، وكذلك 135 جسرا انجزتها الوزارة وزارتي الاسكان والري في زمن المهندس محمود ذياب الاحمد. ومشاريع كثيرة لا تزال شاخصة منها بناء سايلو أبو غريب لخزن الحنطة والشعير بطاقة خزنية هائلة مقدارها نصف مليون طن وهو أكبر سايلو في الشرق الأوسط أثناء بنائه وتنفيذه وكذلك إنشاء سايلوات بطاقة 180 ألف طن وأنجزت الإسكان أيضا إنشاء سايلو الوائلية بإشراف المهندس محمود ياب الأحمد والتصنيع العسكري قام برفع الطاقه الخزنيه لهذا لهذا الانجاز سايلو الوائليه الى نصف مليون اه طن اه ليكون اه بالتساوي مع اه مع سايلو ابو غريب. هذه الانجازات الكبيره انجزها العراق اخواني ب اه دخل قومي يتراوح بين 400 مليون دولار في السنة بعد الحصار طبعا إلى ملياري دولار بالسنة بعد تنفيذ مذكرة التفاهم في عام 1996 أي أن معدل السنة الواحدة من واردات العراق لا يتجاوز من مليار إلى مليارين ولنقل أن معدل الثلاثة عشر سنة التي واجهنا فيها الحصار لم تتجاوز لم يتجاوز دخل العراق من العمله الصعبه اكثر من 20 مليار دولار في حين تجاوز او وصل الناتج العراقي من النفط ايرادات الناتج العراقي من النفط الى ما يقارب 2 تريليون دولار في 21 سنه من الاحتلال الى اليوم فهذه هي منجزات العراق في 13 سنة بواقع لا يزيد عن 20 مليار دولار وأنظروا وقارنوا مع واقع العراق اليوم بعد 21 سنة من الاحتلال وحكومات الاحتلال متعاقبة كم أنجزت للعراقيين بدخل نفطي مقدار أكثر من 2 أو ما يقارب 2 تريليون دولار نترك هذه المقارنه لكم لكن نعود لنتحدث بسرعه عن انجازين عظيمين انجاز الاول وهو برج صدام هذا البرج تم البدء به عام 1991 وانتهى عام 1994 في ثلاث سنوات في فتره الحصار وفي واقع مرير من عدم الحصول على العمله الصعبه وتم بكوادر عراقيه كامله ومقابل ذلك برج كوالالمبور الذي تم البدء به عام 1991 وانتهى 1996 اي بخمسه سنوات في حين برج صدام انتهى العمل به في ثلاث سنوات مع وجود حاله الرخاء في ماليزيا في ذلك الوقت والتنميه الاقتصاديه العاليه والمتميزه. اصيب برج صدام باضرار من خلال قصف التحالف عام 2003 وقررت حكومات ما بعد الاحتلال ان تعيد تعيده للعمل وترميمه وطولت اعاده ترميمه منذ عام 2007 وتم افتتاحه في عام 2016 يعني هو في زمن الحصار الخانق طول ثلاث سنوات من اجل بناءه كله وفي زمن هؤلاء طول تسع سنوات لترميمه من الاضرار التي وقعت عليه جراء العدوان في عام 2003، وحتى تعرفون وحجم نوعيه العمل وحجمه بين الفترتين. من من الاشياء الجميله التي انتجتها تلك المرحله هي عدد هائل من المهندسين ذوي الخبره والاختصاص اللي بعدين طبعا وأحنا شفناهم هنا في ماليزيا من خمسة آلاف إلى سبعة مهندس عراقي ساهم في حملة إعمار العراق بعد العدوان عام 1991 ثم لينتقلوا إلى ماليزيا ليساهموا في إعمار ماليزيا والحملة العظمى التي كان يقودها رئيس الوزراء الأسبق محاضير محمد في بناء المنجزات الكبرى من ضمنها بوتراجاية نعود الى منجز اخر عظيم من منجزات مرحله الحصار وهو اعاده اعمار الجسر المعلق في بغداد الذي يربط منطقه الزويه بمنطقه كراده مريم وهو اقصر طريق بين المنطقتين. هذا الجسر الذي تم بناءه عام 1956 وافتتح عام 1961 تم تدميره بالكامل بطريقه اجراميه من قبل التحالف، قوات التحالف وطائرات التحالف، وراهن الكثيرون ولا سيما الجهه التي بنت هذا الجسر على انه لا يمكن لاحد ان يبنيه على الاطلاق او يعيد ترميمه. اخذ العراق على عاتقه أن يعيد بناء هذا الجسر وتم تكليف منشأة الفاو العامة لإعادة بناء الجسر وفعلا كلفت منشأة الفاو مدير المشروع المهندس عبد الخالق العزاوي وكادر يمثل منشأة الفاو وعدد من أجهزة الدولة الأخرى وتم إعادة بناء الجسر وكان آخر مشروع في مرحلة إعادة الإعمار إعادة إعمار ما خربه الأشرار وتم ترميم الجسر وإعادة العمل به وأصبح العراق بذلك ثامن دولة في العالم في تنفيذ هذه الجسور المعلقة حبيت أن أشارككم بهذه المعلومات حتى تستطيعون أن تقارنوا بين محدودية الموارد والإنجازات الكبرى في مرحلة الحصار الاقتصادي الخانق وبين الموارد المفتوحه ورفع الحصار الاقتصادي وكميه المال الهائل والدعم الدولي والاقليمي لحكومات ما بعد الاحتلال وما انجزته في 21 عاما. تحيه لكم جميعا والى لقاء اخر مع حلقه اخرى من برنامجكم الصندوق الابيض.